عقيدة إسلامية. وهذا المصطلح إنما فرض على المجتمعات الإسلامية وعلى المجتمعات العربية على وجه الخصوص في منتصف القرن الماضي تقريبا، وذلك في المعمعان الذي خاضه الفكر الإسلامي حينها، ومعمعان المعارك التي خاضها الفكر الإسلامي في ذلك الوقت والوعي الإسلامي في ذلك الزمن كان على رأسها، وكان أعنف الحروب التي تلقاها الوعي الإسلامي حينها هي حرب المصطلحات. كانت حرب المصطلحات أعنف الحروب وأعنف المعارك على الإطلاق، مهما قيل في تاريخ هذه الفترة وتلك الحقبة الزمنية، وكل ما وجه من الضربات وكل القصف الذي عرفته المنظومة العقدية أو الأخلاقية أو التشريعية في العالم الإسلامي، لكن تبقى معركة وحرب المصطلحات أعنف الحروب عفوا على الإطلاق. ولا تزال هذه المعركة قائمة على قدم وساق. فمن حيث الأصل فمصطلح الآفات الاجتماعية هو مصطلح غريب ومصطلح دخيل على الثقافة الإسلامية. والقصد من فرض هذا المصطلح وغيره، والقصد من هذه الحرب حرب المصطلحات، هو إبعاد المصطلح القرآن وإحلال محله المصطلح الغربي. إبعاد المصطلحات الإسلامية التي تحمل قيما وتحمل مبادئا وتحمل علوما وتحمل معارف، وبإبعادها يريدون إحلال محلها في العقل الجمعي للمسلمين المصطلحات الغربية التي تحمل قيما غربية وتحمل مبادئ غربية وتحمل أفكارا غربية وتحمل أخلاقا وتشريعات غربية. كما أن المصطلح القرآني يفيد المسلم تصورا معينا عن الحياة وعن الإنسان وعن الموت وعن الأخلاق وعن الآخر، كذلك المصطلح الغربي سيكون مشحونا بتصورات حول الإنسان وتصورات حول الحياة. يمكن أن نقطع هذا الدرس بحضور الشيخ، أنا لم نبدأ به العيد. أين الشيخ حسين؟ إذا نقطع الدرس لنستمع لآيات من كتاب الله تبارك وتعالى، ما رأيكم؟ نستمع لآيات حتى يتحفل الشيخ حفظه الله، يعني نستأذن منه لأن هو في الدرس. هذه الزحمة في بعض الأحيان تكون شؤما على المحاضرة، وإذا أخذت الزحمة المحاضرة فهذا شؤما على المستمع. نتوقف لنستمع إلى أنت صاحب المجلس. استغفر الله تستكشف. لا يا تفضل للشيء مشكورا. تفضل شيخ. لا وكيف يا شيخ، انا ما رايتك هنا من البعيد. لا لا تشرف بارك الله فيك، الله يرفع قدرك في الدنيا وفي الاخره. السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. أتواصوا به بل هم قوم طاغون.
تول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق ثم دنا فتدل فكان قاب قوسين أودن فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما به أفتمرونه على ما يرى ولقد أخرى عند سدرة المنتهي عندها جنة الماوي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فجزى الله الشيخ خير الجزاء على هذه التلاوة العطرة وعلى هذه القراءة التي لم نعتدها في مساجدنا فمثل هذا يدخل علينا ثقافة قرآنية جديدة يحتاجها المسلمون عموما ويحتاجها الجيل الصاعد على وجه الخصوص كنا وصلنا قبل تلاوة الشيخ المبارك إلى مسألة حرب المصطلحات وذكرنا أن مصطلح الآفات الاجتماعية مصطلح دخيل على الثقافة الإسلامية ومصطلح غريب عن الفكر الإسلامي هذا مصطلح إنما أنتج ونشأ في سياق غربي ليبرالي شيوعي علماني ولم ينبت في أرض مسلمة ولا في قيمة إسلامية فهو من المصطلحات التي فرضت على المجتمعات الإسلامية فرضا عن طريق كثرة طردانها وكثرة تكرارها وشحن الكتاب المدرسي بها وشحن الإعلام بسبب وبغير سبب لمثل هذه المصطلحات فإذا أرادوا أن يستقر مصطلحا في الذاكرة الاجتماعية أكثر من تكراره وأكثر من طردانه وعولوا على الجيل التالي إذا أرادوا أن يستقر مصطلحا مصطلحا ما في المجتمع لا يهمهم هذا الجيل الكبير الذي سيعارض ولا يهمهم أيضا أبناؤه إنما يهمهم الجيل الآخر الذي لم يشهد معركة المصطلح هذا بالذات أو معركة مجموعة من المصطلحات
ولا يعرف عن خلفياتها التاريخية ولا خلفياتها العقدية والأخلاقية والتشريعية، فالمعول على الجيل الثاني. فهذا المصطلح صار الآن دارجا، ولو سألت الجيل الصاعد حول هذا المصطلح لاعتبره مصطلحا سليما صحيحا سليلا يوافق الشريعة ويوافق أحكام القرآن ويوافق أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل سيستدل لهذا المصطلح بالآيات القرآنية وبالأحاديث النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم. هذا المصطلح مصطلح دخيل وله حمولة ليبرالية خطيرة جدا، وقد يعني يتيسر لنا لقاء آخر نتحدث فيه عن حرب المصطلحات هذه وأهميتها، وكيف وقف القرآن الكريم وقفة كبيرة ووقفة عزيمة ضد المصطلحات عن أن تتداخل مع مصطلحاته التي يقربها. لعل الله تبارك وتعالى أن ييسر لنا لقاء آخر نتحدث حول المصطلحات. فمصطلح الآفات الاجتماعية له حمولته الليبرالية وحمولته العلمانية وحمولته التي تنفي وجود الآخر وحمولته التي تنفي استطاعة الدين على معالجة الآفات الاجتماعية. فمصطلح الآفات الاجتماعية ليس مصطلحا بريئا. هذا المصطلح نقل إلى اللغة العربية من ثلاث مصطلحات أجنبية. هذه الفكرة فكرة الآفات الاجتماعية في الغرب على وجه الخصوص البلدان التي تتحدث بالإنجليزية تستخدم لهذه الفكرة ثلاث مصطلحات. المصطلح الأول social ills أي الأمراض الاجتماعية، وهذا قليل الاستخدام في العقود الأخيرة. المصطلح الثاني هو social problems وهو المشاكل الاجتماعية، هذا موجود. والمصطلح الأخير هو الدارج عندهم في الأدبيات في هذه العقود المتأخرة ويطلقون عليه social issues القضايا الاجتماعية، فتدخل فيه الآفات ويدخل فيه غيرها. فهذا المصطلح حينما ترجم من مصطلحات أجنبية جاءت في سياقات غربية بحتة تعالج مشاكل مجتمع ما، له أفكاره، له عقيدته، له نظرته للحياة، له نظرته للرجل، له نظرته للمرأة. هذه التصورات كلها لا تمت بصلة إلى مجتمعات المسلمين التي لها تصوراتها ولها أفكارها ولها مصطلحاتها في التعبير عن هذه الأفكار التي يقال عنها أنها آفات اجتماعية. فمن معارك الوعي العنيفة معارك المصطلح. فهذه الدوائر الثلاث الإصلاحية التي تخدم على إصلاح المجتمع من الناحية الدينية، وهي التي ذكرناها قبل ذلك، دائرة الدعاة وطلبة العلم وأهل الفتوى والعلماء، ودائرة المفكرين، ودائرة الذين يشتغلون بالشأن الفلسفي. هؤلاء الثلاث لا بد أن يقدموا للأجيال التي تدب على وجه الأرض الآن حصانة مصطلحية، حصانة مصطلحية، مصطلحية لا تجري على الصبر، لكن نقصد نصبه الآن ونقصد به أن الناس تكون عندها آليات لغربلة هذه المصطلحات. فهذه حصانة مصطلحية أشد الناس إليها حاجة هم الجيل الصاعد، فاللعب كله على عقولهم وعلى عقائدهم وعلى أخلاق دينهم، إنما يدور في هذه المعركة وهي معركة المصطلحات. ولنضرب بعض الأمثلة حتى نبين حمولة هذا المصطلح، المصطلح عفوا، للأفكار الليبرالية. لو قيل لك هل الإجهاض آفة اجتماعية؟ أنت مسلم ستقول قطعا إذا انتشر الإجهاض هذا يعتبر آفة اجتماعية، وتقوم بسرد النصوص في هذا الباب، وقد تحضر كوكبة من الفتاوى المعاصرة بل ومن فتاوى المتقدمين في المذاهب الأربعة رحمة الله عليهم جميعا لتقرر أن هذا من الكبائر، وأن هذا إن انتشر صار آفة اجتماعية. فهل الفكر الغربي الليبرالي الآن يعتبر الإجهاض آفة اجتماعية؟
أنت أيها المسلم أنت هو الآفة الاجتماعية في نظر الفكر الغرب، إذ تمانع حرية الإظهار، وإذ تمانع جسدي حريتي وجسدي ملكي، أنت في حد ذلك تعتبر آفة وتعتبر بيروسا وحجر عثر أمام التقدم وأمام الازدهار. خذ لك مثال آخر وهو الزنا. أنت مسلم ستقول أن هذا من الموبقات وهذا من الكبائر وهذا ذنب آخره جهنم، لأنه ليس كباقي الذنوب، هذا من الذنوب التي تمحي الحسنات ولا تبقي فيها شيئا. وتحفظ نصوصا وآيات وأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتحفظ الآثار الاجتماعية التي يمكن أن تترتب على الزنا من اختلاط الأنساب وغير ذلك. فهل يعتبر الزنا آفة اجتماعية في الفكر الغربي؟ الآفات الاجتماعية عندهم قائمة، وكل مركز وكل جامعة تقدم قائمة ومقاربة لتعداد الآفات الاجتماعية. فهل الزنا في ضمن هذه القائمة الإندكس للآفات الاجتماعية؟ مانع الزنا وعدم تسهيله هو الآفة التي ينبغي القرار عليها بقوة القانون. فعدم تيسير سبل الزنا هو الآفة الاجتماعية في الفكر الغربي. فهل سيظل هذا المصطلح بريئاً؟ أظن أنه بدأت تظهر لنا علامات أن هذا المصطلح محمول بحمولات ليبرالية. وأخذ لك قضية القرن بالنسبة للمجتمعات الغربية وبالنسبة للفكر الليبرالي وعلى وجه الخصوص بالنسبة لليسار الذي يحكم الثقافة والإعلام عبر العالم، وهي قضية اللواء والتي تسمى بشذوذ الجنس الـ LGBTQ community. هذه قضية القرن في الغرب. إذا قيل في الغرب ما هي قضية هذا القرن بعد دخول الألفية الجديد، فسيقولون لك إنها قضية الشوارع. أنت هذه الفاحشة ستصعد وتقول ما سبق قوم لوط أحد من العالمين إلى هذه الفاحشة، فتعتبرها أنت آفة اجتماعية لا بد من التحذير منها قبل أن تصير آفة وقبل أن تنتشر. فكيف ينظر الفكر الغربي إلى هذه القضية؟ هذه قضيتهم في هذا القرن، فأنت هو الآفة الاجتماعية وفكرك هو الآفة الاجتماعية. فهل القوانين التي لا تسمح لهؤلاء الشواذ بممارسة حياتهم وبالتحرك بحرية هي الآفات الاجتماعية؟ وهذا موجود في هذه القوانين، هذه موجودة في القوانين الغربية التي تحسب وتقدم لك تعدادا عن الآفات الاجتماعية. فهذا المصطلح مصطلح مشحون بفكر الليبرال وليس بمصطلح بريء، بل هو مصطلح خداع يمررون من خلاله كما مرروا من خلال مصطلحات كثيرة أفكار تصادم نصوص القرآن وتصادم نصوص أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتصادم الأحكام الشرعية المستنبطة من مختلف مصادر التشريع عند أهل السنة والجماعة. وإن نأخذ مثالا آخر، قوامة الرجل على المرأة في الغسل، وهذا أيضا قضية محورية في الفكر الغرب الليبرالي اليساري الآن. هذه القوامة التي تعتبرها أنت أيها المسلم هي الأساس لدوام عقد الزوجية، وأنه إذا ذهبت القوامة وتخلى عنها الرجل سينتهي الزواج إما بالطلاق وإما بالخلع، وأن الأولاد سيضيعون إذا لم يكن الرجل رجلا ولم تكن عنده أخلاق الشهامة والفتوة والمروءة، وأن عدم القوامة في البيت هذا يعني ضياع البيت وضياع تربية الأولاد. القوامة تعتبر في تعداد بعض الجامعات الأمريكية الآفة الاجتماعية رقم 3، وأن الرجل هو القوام على شؤون المرأة وشؤون البيت هذا يعتبر من الآفات الاجتماعية.
فأنتم ترون أن هذا المصطلح يحمل معه أفكارا خطيرة وأفكارا هدامة في مقابل عدم اعتبارهم بفاحشة الزنا واللواطئ وغيرها كآفات اجتماعية قد تقضي على حياة الناس وتسبب أمراضا نفسية كما هو الحال في حياتهم الآن. فإنهم في مقابل هذا سيعتبرون أشياء من الآفات الاجتماعية التي قد تسبب لك ضحكة. فالسنة تعتبر آفة اجتماعية، السنة البدانة غمزي، هذه تعتبر آفة، وهي في تعداد هذه الجماعة المشار إليها رقم 5 أو 6، يعني هي في المراتب الأولى. أن هذه آفة اجتماعية لابد أن نسعى إلى إزالتها بالقانون والتدابير الصحية وما إلى ذلك. فأنت ترى أنهم يعتبرون السنة آفة، ولا يعتبرون الزنا ولا الخيانة الزوجية ولا غير ذلك من الآفات الاجتماعية. هذا المصطلح له حمولته الليبرالية وحمولته العلمانية، وهذه الحمولة تصاد ما يقوله الله تبارك وتعالى ويصاد ما يقوله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنحن الآن إذ بينا طرفا من مسألة هذا المصطلح وأنه ليس بمصطلح بريء، فما هو موقفنا من هذا المصطلح؟ وما هو موقفنا تبعا لذلك من كثير من المصطلحات؟ هل عندنا قاعدة مضطردة سالت تبعها أمام هذه المصطلحات؟ المرحلة الأولى والوجه الأول أن نقول لو كان المسلمون هم الذين يقولون هذه الإنسانية وهم الذين يمدونها بالعلوم والمعارف الدنيوية ويمدونها بالهدى والنور الديني المعتمد على الوحي، لا قلنا أنه لا بد أن نتخلص من هذا المصطلح وأن نبعده بالكلية وأن نحل محله المصطلح القرآني برامج التعليم والزج بالمصطلح الذي تقصده بالإعلام. جيلان ينسى المصطلح القديم، لأن الآن لو سألت الحاضرين ما هو المصطلح القرآني للآفات الاجتماعية قد يحتاج الواحد فينا إلى أن يفكر، مع أن المصطلح كلكم تحفظونه وكلكم تحفظون الآية التي تدل عليه، وسيأتي بحمد الله تعالى يعني خلال الكلام. فالقصد إحلال المصطلحات مكان المصطلحات الأخرى هذا لا يحتاج إلى بثها في المجتمع ووعيه إلا 15 عاما، أما محوها 15 عام الأخرى تمحى من ذاكرة المجتمع إذا سخرت لها الآليات المناسبة، كما غابت عنا كثير من المصطلحات القرآنية من حياتنا العامة، وصرنا في الحياة اليومية نستخدم مصطلحات ليبرالية أو علمانية أو شيوعية أو ماركسية ونحن لا ندري أنها كذلك ولا نعرف تبعاتها وما وراءها وما الذي يؤكلها. فالقصد لو أننا كنا في الريادة العلمية في التكنولوجيا والرياضيات والهندسة ونحن الذي نبني ونحن الذي نمد للعالم لكان الأمر سهل، وكانت القاعدة أننا نتخلى عن كل مصطلح ليس قرآنيا ولنا في القرآن أو السنة سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بديل. أما الوضع الآن أننا أمة تابعة في كل شيء، لا نستطيع أن نصنع جوربا ولا أن نوفر أكلا للناس، ونحن تبع في العلوم الكونية وحتى ثقافيا لا نستطيع أن نفرض ثقافاتنا أو ثقافتنا الإسلامية حتى على أبنائنا وأولادنا، فالوضع يختلف. لذلك تجاه هذا المصطلح وما شابهه من المصطلحات التي لها حمولة تصادم أحكام الشريعة لابد أن نعيد النظر في تعريفه وأن نعيد النظر في تقسيمه وأن نعيد النظر في المقاربات الإسلامية التي يمكن أن نطرحها لمعالجة ما يعرفه هذا المصطلح لنتخلص من الحمولة الخاطئة والكاذبة. يمكننا أن نقسم الآفات الاجتماعية مثلا بالتقسيم التالي:
آفات اجتماعية تتعلق بالعبادات، مثلا سب الدين، هل هو آفة اجتماعية؟ حتى الذي لا يصلي بل حتى الذي يسب الدين يعلم أنه من الكبائر وأن هذا موضع خطير وموضع تزل فيه الأقدام من الدائرة الأخرى، ولكن هل يعد هذا السب آفة اجتماعية في الفكر الغربي؟ لا يعد، بل في الفكر الغربي الآن عندهم يوم يحتفلون فيه بسب الذات الإلهية وهو قريب جدا، يعني يظن في شهر أكتوبر إن لم تخني الناس، ويجتمع الناس ويقدمون أنواعا من السب للذات الإلهية على وجه الخصوص، وهذا هو المرتبة الأولى. بعد ذلك سب الأنبياء، سب التشريعات، هذه يعني قضايا كثيرة، ويعطون جوائز لأحسن سب وأحسن شغل تتعلق بذات الإله تبارك وتعالى. فأنتم أيضا ترون من خلال هذا المثال أن هذا المصطلح ليس بريئا، لكن أنت مسلم يمكنك أن تقدم هذا التقسيم: آفات اجتماعية تتعلق بالعبادة، آفات اجتماعية تتعلق بالمعاملات المالية، آفات اجتماعية تتعلق بالحياة الزوجية، آفات اجتماعية تتعلق بالفكر الاقتصادي، آفات اجتماعية تتعلق بالفكر السياسي، آفات اجتماعية تتعلق بالقضاء، وهلم جرى. يمكنك أن تقدم جولة من التقسيمات بحيث تفرغ هذا المصطلح، أو تحاول أن تفرغ المصطلح من الشحنة السلبية والشحنة التي تضاد ما تعتقده أنت. لكن يبقى أن هذه التقسيمات قد تطول، هذه التقسيمات قد تطول وقد لا تكون ناجعة في محو هذه الحمولة المضادة والمصادمة لأحكام الشريعة. لذلك الذي نحاول أن نقدمه في هذه الليلة هي مقاربة مقاصدية للآفات الاجتماعية، هي مقاربة، وللعلماء الأفاضل والمشايخ الكرام والحضور الكريم أن يراجعها بعد ذلك وينقدها ويقيمها ويعيد نحتها. لكن هذا ما أطرحه في هذه الليلة، مقاربة مقاصدية للآفات الاجتماعية، وأرجو أن هذه المقاربة تكون كفيلة بحصر هذا المصطلح في ركن معين وضربه حتى لا يبقى فيه أثر سلبي ولا فكرة تعارض عفوا وتصادم نصوص الوحي. هذه المقاربة المقاصدية ما هي مقاصد الشريعة؟ يعني لا ندخل في كلام الأصوليين والمقاصديين في تعريف المقاصد. المقاصد هي أهداف سامية وعالية وغالية تريد الشريعة أن تكون في حياة الناس، تريد الشريعة أن تصل إلى جملة من الأهداف السامية، اصطلح العلماء على تسميتها بمقاصد الشريعة. هذه الأهداف أرادت الشريعة أن توجدها وأن تكون في خمس مجالات من مجالات حياة الناس، أهداف في مجالات الخمس. هذه المجالات الخمس والنواحي الخمس والجوانب الخمس من حياة الناس كأفراد وأسر وجماعة، اصطلح هؤلاء العلماء من علماء الأصول وعلماء المقاصد أن يسموها كليات الخمس. كلمة كليات إنما هي مناحي ونواحي وجهات من الحياة. تريد الشريعة أن ترسي أهدافا سامية تتعلق بدين الناس، وتريد أيضا أن ترسخ أهدافا سامية تتعلق بنفس الناس وأنفسهم وحياتهم، وتريد أيضا أهدافا سامية فيما يتعلق بأموالهم، وتريد أن تكون هناك أهداف سامية تتعلق بأعراضهم ونسلهم، وهناك أهداف أخرى تتعلق بعقولهم. باختصار هذه هي الكليات الخمس. فهناك جوانب خمس من الحياة، هي الدين ونفس الناس وأرواحهم وأبدانهم، وهناك عقولهم، وهناك أموالهم، وهناك أعراضهم. هذه اصطلح العلماء على تسميتها بالكليات الخمس. هذه التسميات لا ينبغي أن تكون حاجزا بين الإنسان وبين الفهم، هي مصطلحات أهل الفهم، لأن الواحد إذا أراد أن يتفذلك على الحاضرين أشبعهم بالمصطلحات الغريبة حتى يندهش الناس ويقولون يا له من فيلسوف ويا له من عالم. لكن المصطلحات ما هي إلا قوالب للمعاني،
أنت إذا أدركت المعنى فهذاك من المصطلحات، كما نبه الغزالي رحمة الله عليه في كتابه المستصفى. من ميزة كتاب المستصفى في أصول الفقه وهو من أمتع الكتب أنه لا يعتني بالتقعير والتقعر في التعريفات. نبه في موضع أنك إذا أدركت المعنى فذاك من تعريفات علماء الأصول، فأنت لن تنتهي معهم بلا شيء. فعلماء الأصول لأنهم مناطق في أغلب الأحيان، إذا كتب أحد الأصوليين تعريفا يأتي الذي بعده فيقول له هذا تعريف خطأ لكذا وكذا وكذا فيقترح تعريفا، فيأتي الذي بعده فينتقد التعريف الثاني ودورين إلى يوم الناس هذا، ما سلم تعريف في كتب الأصول إلى يوم الناس هذا، ولا زال المعاصرون يغيرون في تعريفات فن أصول الفقه. فالقصد هو أن الشريعة تريد أن يتحقق وأن تتحقق أهدافا سامية في هذه المجالات الخمس. هؤلاء العلماء المتخصصون في هذا المجال اصطلحوا على تسميتها بالكليات الخمس. ثم هذا الدين والنفس والعقل والمال أعطوه يعني تسمية. قالوا ماذا تريد الشريعة؟ تريد الشريعة حفظ الدين، فسموها كلية حفظ الدين. والثاني ماذا تريد الشريعة أيضا؟ حفظ النفس، فسموه حفظ النفس. والثالث حفظ المال، والرابع حفظ العقل، والخامس حفظ العرض والنفس، على اختلاف أيضا في ترتيب هذه الخمس. فعلماء الأصول دائما في هذا العراق الاصطلاحي، حتى هذا الترتيب يعني كل واحد كيف يرتبه، فالبعض يقدم النفس على الدين وبعضهم وأكثرهم يقدم الدين على باقي الأربع، ولكن في باقي الأربع أيضا بعضهم يقدم العرض وبعضهم يقدم النفس وبعضهم يقدم العقل وهكذا دوائر. إذا عندنا خمسة أنفاق وخمسة مصطلحات أصولية مقاصدية: حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ المال وحفظ العرض والنفس. هذه خمس مصطلحات ستدور المقاربة المقاصدية في الآفات الاجتماعية حول هذه الخمس على وجه الخصوص. عفوا. فإذا قلنا أنه عندنا مقاربة مقاصدية للآفات الاجتماعية من خلال حفظ هذه الأشياء الخمس وهذه الكليات الخمس، بديهيا وبداهة فكل شيء يخل بهذه الخمس سيعد آفة اجتماعية، فما أخل بحفظ الدين حسبناه آفة اجتماعية، وما أخل بحفظ النفس عددناه ضمن قائمة الآفات الاجتماعية، وما أخل بحفظ العقل حسبناه من الآفات الاجتماعية، وما أخل بحفظ المال عددناه في قائمة الآفات الاجتماعية، وما أخل بحفظ العرض والنسب والنسل أيضاً عددناه ضمن قائمة الآفات الاجتماعية. فمن خلال هذه المقاربة ستتوزع الآفات الاجتماعية حصراً وقصراً على هذه الخمس. فعندنا أشياء تخل بحفظ الدين، وأشياء تخل بحفظ العقل، وأشياء تخل بحفظ النفس، وأشياء تخل بحفظ المال، وأشياء تخل بحفظ العرض والنسل، وكلها آفات. لكن قبل أن نبسط الحديث فيها فنطرح سؤالا طرحه الأصوليون والمقاصديون في ترتيب هذه أو في الحديث عن هذه الخمس، هو سؤال سهل وبسيط: كيف حافظت الشريعة على الدين؟ وكيف حافظت الشريعة على النفس؟ وكيف حافظت الشريعة على العقل؟ وكيف حافظت الشريعة على المال؟ وكيف حافظت الشريعة على ما الذي ينقص؟ على العرض والناس. هو سؤال بديهي. الشريعة في كل هذه الخمس حافظت عليها بطريقتين اثنتين، فأمرت بأوامر ونهت عن نواهي. أمرت عندنا أوامر لتحفظ الدين، وعندنا أوامر لتحفظ العقل، وعندنا أوامر لتحفظ النفس والعرض، وعندنا أوامر لتحفظ المال، وعندنا أوامر لتحفظ النفس. فأيضا عندنا نواهي، عندنا محرمات. هذه المحرمات لو لم تكن محرمة لأخلت بالدين، ومحرمات أخرى لو كانت حلالا لأضرت بحفظ النفس، ومحرمات أخرى لو كانت حلالا لأضرت بحفظ العقل.
ومحرمات لو كانت حلالا وارتكبها الناس ولو كانت حراما لأخذت بحفظ العقل، ومحرمات أخرى أخذت لو تركها الناس وتعدوا حدودها لأخذت بحفظ المال. إذن الشريعة في حفظ هذه الجوانب الخمس من حياة الناس حتى يسعدوا في الدنيا قبل الآخرة أمرت بأوامر ونهت عن نواهي. بنفس الطريقة سنتعاطى مع الآفات الاجتماعية في كل باب من هذه الأبواب الخمس، والتي تسمى عند علماء الأصول بالكلية. عندنا أوامر وعندنا نواهي، فإذا تركت الأوامر فترك الأمر يعتبر آفة اجتماعية، وسنمثل لها بالمثال سيتضح لكم هذا المقام. وإذا ارتكب الناس محرما من المحرمات المتعلقة بهذه الخمس فهو يعد عندنا من الآفات الاجتماعية. طيب الآن نبدأ ونمثل لكل جانب من الجوانب الخمس. فلنأخذ حفظ الدين. ما الذي شرعه الإسلام ليحافظ على دين الناس؟ كما ذكرنا قبل ذلك بقليل، أمر بأوامر ونهى عن أشياء معينة. فأمر الله عز وجل مثلا بالصلاة، ما المقصود من الصلاة؟ ما هو الهدف الثاني؟ أن يبقى دين الناس محفوظا لما له من الأثر في الآخر، فضلا عن آثاره في هذه الحياة الدنيا. فأمر الله عز وجل بالصلاة، وكذلك أمر بالصيام، وكذلك أمر بالزكاة، وكذلك أمر بالحج. فأمر بجملة من الأشياء تعد الركيزة في بناء حفظ الدين. فبهذه الأوامر يبنى هذا المجال ويبنى هذا المنحى وهو الدين. وأضف إلى ذلك المستحبات كاستحباب قراءة القرآن واستحباب الذكر وما إلى ذلك. هذه كلها من جنس الأوامر، سواء كانت واجبات أو كانت مستحبات. ما المقصود من هذه الأوامر؟ هو بناء هذا الدين، هو بناء هذه الجهة وهو الدين. في مقابل هذه الأوامر فإن الله تعالى نهى أيضا عن أشياء لو لم تكن حراما أو حتى وهي حرام لو ارتكبها الناس لدخل الخلل على هذا الوسط وهو الدين، وعلى هذه الكلية وهي كلية حفظ الدين. فنهى الله عز وجل عن سب الله تعالى، لماذا؟ لأنه يخرم حفظ الدين. ونهى رب العالمين عن سب الأنبياء، ونهى عن عداوة الملائكة كما تعاد اليهود عفوا جبريل عليه السلام. فهناك منهيات نهى الشارع الحكيم عنها حتى لا ينهدم هذا البناء الذي تبنيه أنت من خلال الأوامر. فالأوامر تبني والنواهي تحمي. الأوامر تبني والنواهي تحمي هذا البناء. فأيضا فإن الله تبارك وتعالى حرم الردة ورتب عليها عقوبة المرتد، وهي بالنسبة لك من أعظم الآفات الاجتماعية التي تنتشر الآن. يرتد المسلمون إلى الإلحاد أو إلى التنصير أو إلى النصرانية عفوا، أو يصير ربوبيا أو يصير حقوقيا متشككا. هذه الردة أنت تعتبرها الآفة، هل هي آفة في الفكر الغربي؟ لا، هذا من حرية الدين وحرية التعبير. سب الله وهذه الرسل المسيئة للأنبياء وليس فقط لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل لكل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هذه جريمة. لكن هل تعتبر آفة اجتماعية في الفكر الغربي؟ هم يسيئون لعيسى عليه السلام أكثر مما يسيئون لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويسيئون لآدم عليه السلام ولإبراهيم عليه السلام ولموسى عليه السلام. يعني مسألة الاستهزاء بالأنبياء عبر الرسوم ليست قاصرة على رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أنت تعتبرها لو انتشرت آفة اجتماعية، هل هي كذلك في الفكر الغربي؟ فهذا أيضا مثال آخر يوضح لنا الفروق الجوهري، وأن هذا المصطلح مصطلح يحمل السم الزعام. وأسم ما في هذا المصطلح وحمولته هو أنه يحمل نظرية النسبية في الأخلاق.
بمعنى لا يوجد شيء يقال عنه هذا خلق حسن وهذا خلق سيء، ليس هناك شيء موضوع في الحقيقة. فالكذب ليس شيئا سيئا في الحقيقة، لكن الناس اصطلحوا على أنه سيء فهو سيء. قال الناس أن الصدق جيد فهو جيد، هذا معنى النسبية في الأخلاق، أنه كلما اصطلح الناس على استقبالهم بشيء ما حسبناهم خلقا سيئا، وإذا اصطلحوا على أن الزنا شيء جيد فهو ليس من الأخلاق الرذيلة وليس برذيلة. هذا أخطر ما يحمله هذا المصطلح الآثم، الآفات الاجتماعية، السبب المماثل، النسبية الأخلاقية. وقد يكفينا الوقت أن نعود إليها بعد المقاربة المقاصدية، فلنعد إلى ما كنا فيه قبل ذلك. كنا في حفظ الدين، فعندنا أوامر تبني وعندنا نواهي تحمي، فكل أمر ترك يعتبر له، فترك الصلاة هذا آفة اجتماعية، وترك صلاة الفجر على وجه الخصوص جماعة هذا آفة اجتماعية، وسب الله وسب الدين هذا آفة اجتماعية، فتكون عندنا قائمة للآفات الاجتماعية خاصة بهذه المجموعة وهي مجموعة الدين، والتي تسمى بحفظ الدين عند الأصوليين وعلماء المقاصد. ونذهب الآن إلى حفظ النفس. حفظ النفس مقصد من مقاصد الشريعة الغراء. كيف بنتها؟ بنتها عن طريق أوامر. وكيف حمته؟ حمته عن طريق نواهي ومحرمة. لو كانت مباحة ولو ارتكبها الناس وهي محرمة لاهتز هذا البناء. فالأوامر الأصل فيها أن تبني، والنواهي الأصل فيها أن تحمي هذه الدائرة. فمما شرعه الله تبارك وتعالى حتى يحفظ أنفس الناس أن الله عز وجل أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، وأن يأخذوا مما أباح الله حلالا طيبا، وأن لا يحرموا زينة الله التي أخرج للناس والطيبات من الرزق، ومنعهم أو أمرهم أن يعطوا أبدانهم حقهم، وإن لبدنك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا، فجسمك هذا عليه له عليك حق، فلا بد أن تعطيه من الغذاء ومن الماء الشراب ما يقوم به وما يعيش به وما لا يتأذى به. لذلك كان التخلي عن الأكل والشرب هذا محرم في ديننا، وهي بدعة ابتدعها النصارى، وإن كان هذا الفكر من تعذيب الجسد قد دخل الفكر الإسلامي قديما، والثقافة الإسلامية قديما حين الحديث عن الزهد وعن الورع. فالزهد في أواخر عصر الصحابة وبداية عصر التابعين، وعلى وجه الخصوص الطبقة الأخيرة من التابعين، دخله الدخل، وصار تعذيب الجسد والجوع والعطش مقصود لذلك. ورب العالمين غني عن تعذيب الناس لأبدانهم وأجسادهم وأنفسهم، كما في حديث إسرائيل، يعني لما كان واقفا ما شأنه؟ قالوا نذر أن يصوم، ثم نذر أن يظل واقفا في الشمس. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مروه أن يصوم ومروه أن يجلس وأن يستظل، فإن الله غني عن تعذيب هذا لنفسه. فالقصد أن الشارع الحكيم أمر بجملة من الأشياء واستحب جملة من الأمور حتى يحافظ على أنفس الناس، ثم حرم أشياء، فحرم الانتحار وحرم القتل وحرم الاعتداء على الآخرين وبالضرب، وشرع في ذلك القصاص. فرب العالمين بنى حفظ النفس عن طريق أوامر كثيرة ومستحبات كثيرة، ونهى عن أشياء وكره أيضا أشياء، لذلك كره الإصابة في الصيام، وكره أن يسأل العبد صوم دهرا، وهذا لا يبقى إلى درجة التحريم، فقد سرد الصوم كثيرا من أئمة الإسلام، النهي في الحديث على الكراهة في أصح الأوجه عند العلماء، وإلا فبعض الصحابة كعثمان وغيره كانوا يسردون الصوم عنهم بالحديث. فالقصد أن هناك أشياء نهي عنها نهي تحريم، وأشياء نهي عنها نهي كراهة، كل ذلك من أجل الحفاظ على هذه النفس. فإذا علمنا أن الشارع الحكيم حافظ على النفس من خلال هذه الأوامر
ومن خلال هذه النوادر. فكل ما كان تركا لهذه الأوامر يعتبر آفة اجتماعية، وكل ما فيه تعد على هذه المحرمات وهذه الحدود التي تحوم حول حماية النفس البشرية يعد آفة اجتماعية، كالانتحار والقتل والاعتداء على الآخرين. فتكون عندنا قائمة ثانية من الآفات الاجتماعية المتعلقة بحفظ النفس ومقصد حفظ النفس. وكذلك تكون عندنا قائمة أخرى تتعلق بحفظ العقل. فالشارع الحكيم حتى يحافظ على عقول الناس ويحفظ الناس عقولهم، فإنه أيضا شرع جملة من التشريعات فيها أوامر لتبني هذا العقل وتتركه سليما وينمو، وفيها أيضا منهيات تحمي هذا العقل من الفساد ومن دخول الفساد عليه. فمما شرعه الله عز وجل أن الله تبارك وتعالى أمر الناس بالعلم وبسؤال أهل العلم حتى يكون هذا ذريعة إلى نماء العقل. لذلك من الآفات الاجتماعية الإعراض عن حلقات المساجد، والإعراض عن الاستفتاء، والإعراض عن مجالس الذكر، هذا كله من الآفات الاجتماعية. فهل هذه من الآفات الاجتماعية في فكر الغرب؟ بل هذا منبع الإرهاب، وهذا منبع التطرف، وأن هذه المجالس هي عين الآفة التي ينبغي محاربتها وتقزيمها وتقليل روادها ومحاصرة المواضيع التي تطرح فيه. فأنتم ترون أن هذا المصطلح ليس بريئا، لا في بدايته ولا في وسطه ولا في نهايته. فنحن نقول أن من ترك حلقات العلم وترك بث العلم وعدم السماح بالحرية في هذا المجال يعتبر آفة اجتماعية، لا بد من القضاء عليها وإعطاء السبل التي نتخلص بها ومن خلالها من هذه الآفة. في المقابل أيضا فإن الله عز وجل حرم أشياء تعود على العقل بالإفساد وبالفساد، منها طعام المسكر، فكل المسكرات تدخل في مقصد حفظ العقل من الناحية الثانية، أي من ناحية المحرمة التي تحمي هذا العقل من دخول الخلل عليه. ومن التدابير أيضا أن الشارع الحكيم رتب على من يضرب رجلا في رأسه فيجن ويزول عقله، رتب عليه الدية كاملة. ففي العقل الدية كاملة، العقل وعموما الأعراض التي ليس لها ثان، الدية يعني تكون كاملة. فتعاطي المخدرات وتعاطي المسكرات يعد من الآفات الاجتماعية بسبب هذا المقصد. طيب، هل تعاطي المخدرات والمسكرات يعد آفة اجتماعية في الفكر الغربي؟ وهل تريد الدول الغربية على أن تقضي على المخدرات؟ قد تتردلون في هذا، لكن الحقيقة المرة لا توجد دولة في العالم تريد أن تقضي على المخدرات، فإنها تجارة مرابح. وبالمخدرات يقودون شعوبهم من الآذان كالأنعام. لا توجد إرادة حقيقية للقضاء على المخدرات، أي السلاح ضد شعوبهم والسلاح ضد المجتمعات الإسلامية، وقد أغرقوا المجتمعات الإسلامية في المخدرات في هذين العقدين الأخيرين بما لا لم تعرفه البشرية قبل ذلك. فالمخدرات بالنسبة لنا والمسكرات وكل شيء يمس العقل، كل شيء يمس العقل هذا يعد آفة اجتماعية، سواء كان مخدرات أو إعراضا عن العلم أو تصعيب التحاق الأولاد بالمدارس وما إلى ذلك، هذا كله من الآفات الاجتماعية المتعلقة بحفظ العقل. كذلك في حفظ المال، فالشريعة الغراء أيضا شرعت أوامر ونهت عن أشياء ووضعت حدودا حتى تحفظ للناس أموالهم. فقه البيوع وهو الموقف الذي وصلنا اليه في مسجدنا في كتاب الرساله لابي زيد القيرواني، هذا الباب الكبير الذي فصلنا فيه شروط البيوع وشروط المتعاقدين وشروط الثمن وشروط المثمن وباقي الابواب التي تدارسناها الى يوم الاربعاء الماضي، وقد وصلنا الى بيع السلف وهو السلف ايضا. فهذه فقه البيوع
لماذا كل هذا التدقيق وكل هذا التحقيق وكل هذه القضايا وهذه التفصيلات كلها تصب في مقصد حفظ أموال الناس؟ ففقه البيوع وأبواب البيوع كلها إنما القصد منها حفظ المال. وأيضا في باب حفظ المال فإن الشارع الحكيم نهى عن تكنيزه وأمر باستثماره. ولذلك الزكاة بالنسبة لمن يكنز ماله ستقضي عليه الزكاة في 13 سنة، قد ينزل المال إلى تحت النصاب، وهذا كله حتى لا يبقى المال مكنزا. بل الشارع الحكيم قصد أن يدفع الناس بأموالهم في العجلة الاقتصادية، وهذا أحد حكم الزكاة. لكن القصد من الزكاة أيضا هو تحريف عجلة الاقتصاد، فيعود هذا إلى حفظ المال. وأيضا في مقابل هذه الأوائل فإن الشارع الحكيم أيضا حرم أشياء. حرم أن يؤتي الناس أموالهم للسفهاء، وأمر الولد إلى بلغ إذا كان له حق في مال ما أن يمتحن وينظر هل بلغ رشيدا أو بلغ سفيها، ونهى عن السرقة ورتب عليه الحد المعروف. وأيضا نهى الشارع الحكيم عن التبذير، وجعل المبذرين من إخوان الشياطين. فهناك نواهي تحمي أموال الناس، كما هناك أوامر تبني هذا المال وتثمره وتستثمره حتى يربو وينمو وتتحرك العجلة الاقتصادية العجلة الاقتصادية في المجتمع. فأيضا فتكنيز المال في الشريعة يعتبر آفة اجتماعية، ويعتبر مما لا ينبغي فعله. فالسرقة والتبذير وما إلى ذلك سواء كان في الأعراس أو غير ذلك فإن هذا يعتبر من الآفات الاجتماعية، فإن هذا يعتبر في هذه المقاربة المقاصدية من الآفات الاجتماعية التي ينبغي محاربتها. كذلك في حفظ العرض والنسل، فإن الله تبارك وتعالى أمر بأشياء حتى يبني هذا المقصد وينميه ويعلي بنيانه، ونهى عن أشياء حتى يحافظ عليه ولا يدخل إليه الخلل ولا الفساد ولا الإفساد. مما أمر به الشارع الحكيم الزواج، وحتى عليه، حتى الشباب على الزواج، وحتى الناس عليه، وكره لهم حياة العزوب، وجعلها على غير هدي الأنبياء والمرسلين، فضلا عن هدي الصالحين ممن هم دون الأنبياء ودون الرسل. فأمر الله تبارك وتعالى بالزواج حتى يحافظ على أعراض الناس ويحافظ على استمرارية تناسله. وأيضا من الأوامر فإن الله تبارك وتعالى أمر بالحجاب، وأمر المرأة ألا تبني زينتها لغير المذكورين في الآية الكريمة. نعم، أي أذن؟ أذن العشاء؟ نعم. ونحن لم نصل إلى ثلث المحاضرة. لا بد للأستاذ شهاب ولكم أيضا يعني أن تعطونا فرصة أخرى للقاء. هذا لا نصل إلى القتل والمخدرات، لكن لا بأس. شهاب كيف؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فكنا مع آخر هذه الكليات الخمس أو هذه النواحي الخمس أو هذه المجموعات الخمس، وتخافون أن تظهر في الإذاعة. وهي كلية حفظ ماذا؟ حفظ العبد والعبد والناس. قلنا أن الشريعة الحكيم قد شرع الزواج وحث عليه، وحث المرأة على ما تبدي زينتها إلا ما ظهر منها، وأن لا تبدي فوق ذلك ما فوق ذلك إلا لمن ذكر في الآية الكريمة من المحارم وما تلحق بها. فهذه أوامر، هذه أوامر حتى يحفظ الناس على أعراضهم ويأمنوا على نسلهم. في مقابل الأوامر التي تبني هذا المقصد وهذه الناحية، هناك نواهي تحمي هذا المقصد من الفساد والإفساد. لذلك حرم الله عز وجل الخلوة والحم والبغض، وحرم الاختلاط، وحرم التورج، ونهى عنها. فهذه النواهي الآن بالنسبة لنا انتهاكها تعتبر آفة اجتماعية، لكن هل يعتبر التعري الفكر الغربي أنه آفة اجتماعية؟ بل هذا من صلب حرية الناس، ولهم أن يلبسوا ما يريدون. فستر العورات هذا من مقاصد الشريعة حتى يحفظ الناس أعراضهم ويحفظ الناس غيرتهم. لذلك لباس الشرط الآن المنتشر هذا يعد من الآفات الاجتماعية. يعني الذي يلبس الشرط ويظهر خاله للناس هذا ترد شهادته عند القاضي في القضاء الإسلامي، هذا لا تقبل شهادته. مثله مثل الذي يعني ينزع ويظهر صدره ويقول لك هذه ليست بعورة. ليس كل ما ليس بعورة يجوز إظهاره في الحياة الاجتماعية وفي الحياة العامة، هذا ترد شهادته. وإذا ردت شهادته فما الذي يطلق عليه كاسم؟ هذا فاسد ليس بعدل، لا ترد إلا شهادة الفاسق الذي ليس بعدل. هذه القضية ليست قضية هينة. المشي في المجتمعات واحد ظاهر لصدره واخر لأفخاذه هذا ليس أمرا هينا، هذا ليس بالأمر الهين. فالقصد أن الشارع الحكيم في باب حفظ العرض والنسل أيضا نهى عن أشياء حتى لا ينخرم هذا البناء الذي بناه الشارع الحكيم من خلال هذه الأوامر. فإذا عندنا قائمة أخرى من قائمة الآفات الاجتماعية المتعلقة بحفظ العروة. فبهذا التقسيم سنفرغ هذا المصطلح الليبرالي من كل شحنة ليبرالية يحمله، ونفرغه من الحمولات الفكرية. فالمقاربة المقاصدية تعطي شباب المسلمين حصانة أمام هذا المصطلح. وكثير من المصطلحات لو قوربت مقاربة مقاصدية لاستطعنا أن نفرغ شحنتها التي تصادم نصوص الوحي وتخالف أحكام الشريعة وتخالف أصولها. فمن خلال هذه النظرة السريعة يمكننا أن نقترح تعريفا جديدا مقاصديا للآفات الاجتماعية في ظل التخلف الحضاري. نحن لا نستطيع أن نلغي هذا المصطلح ونستبدله على وجه العموم، قد نستبدله فيما بيننا في حي في جماعة في مسجد، لكن التخلف الحضاري له تبعاته الوخيمة، ومنها هذا، أنت لا تستطيع أن تفرض مصطلحات، بل ستبقى حتى في المصطلحات تابعا لغيره، لصاحب الحضارة وصاحب الريادة وصاحب العلوم وصاحب التقدم وصاحب الازدهار وصاحب الإنتاج في كل شيء، تماما كما كان المسلمون مع الغربيين أو المسيحيين قديما، فكانوا يأخذون مصطلحات المسلمين وينصون اللغة العربية ويعود الواحد فيه من قرطبة ويفتخر على قومه أنه قد درس اللغة العربية. الدنيا دول والحضارة عجب، تدور مرة لهذه الجهة ومرة لجهة أخرى. فالقصد لو قاربنا هذا المصطلح وغيره من المصطلحات مقاربة مقاصدية استطعنا أن نفرغ هذه المصطلحات مما يصادم أحكام الشريعة. طيب من خلال هذا العرض يمكننا أن نقدم تعريفا يقيم بعد ذلك وينحت ويغير ويزال فيه وينقص.
فنستطيع مثلا أن نقول أن الآفات الاجتماعية هي كل ما فيه اعتداء على أحد الكليات الخمس. كما يمكن أن نطيله قليلا على طريقة المعاصرين في التعريفات. فهذا الطرح ينظر فيه بعد ذلك ويلقح وينحت مرة أخرى. أو يمكن أن نضيف فيه كلمة هي مهمة بالنسبة للتعريف الغربيين للهدف الاجتماعي. يمكن أن نقول هو كل سلوك فيه اعتداء على أحد المقاصد الخمس أو أحد الكليات الخمس. لأنهم في تعريفهم للآفات الاجتماعية يقولون أنه كل سلوك فيه ضرر على الآخر. أو يتفق الناس على أن فيه ضرر على المجتمع. فكلمة السلوك دارجة في هذه التعريفات، وحتى تعلم أن التبعية الثقافية تدخل فينا إلى النخاع. هذه التعريف الموجودة في الأدبيات العربية حتى الإصلاحية منه حينما تريد أن تعطي تعريفا للآفات الاجتماعية لأنه تعريف مشحون بالفكر العلماني الليبرالي، مما يدلك على أننا قد لا ننتبه. وهذا مصطلح سهك ما يقارب الآن قبل قرن، جاء جيلنا ولا يعرف خلفية هذا المصطلح. وحتى أنا أتحدث عن الدعاة وعن المصلحين وعن الذين فيهم خير فضلا عن غيرهم، إذا عرف الآفات الاجتماعية فهذا تعريف يحمل حمولة علمانية ليبرالية وفيه ما يصادم أحكام الشريعة. فاتفاق الناس على أن هذا خلق ذميم أو خلق حميد لا يؤثر شيئا. الأخلاق على قسمين، إما فطرية وهذا ينكر الفكر الليبرالي، وإنه ينكر العلوم التي يولد العبد بها وهي الفطرة التي فطر الله الناس عليها. وهناك نوع ثاني من الأخلاق وهي الأخلاق الدينية التي ينزل بها الوحي بعد ذلك. هذا كله مما هو مضغ في الفكر الغربي المعاصر، إنما هي الأخلاق النسبية. جماعة من الناس يتفقون على أن هذا شيء سيء فخلاص، عندهم خطوات أربع يعني يصلون إلى أهدافهم، قد تأتي فرصة نذكرها بحول الله تعالى. لكن القصد أننا نستطيع أن نقدم تعريفا مبنيا على مقاصد الشريعة للآفات الاجتماعية حتى نسلم من الخطورة التي يحملها هذا المصطلح. طيب، لكن هنا يطرح سؤال آخر، هل كل الآفات الاجتماعية بهذا القالب المقاصد في نفس المستوى وفي نفس الدرجة؟ الجواب عندنا شيء يسمى مستويات المقاصد، عندنا الضروريات، وعندنا شيء يسمى الحاجيات، وعندنا شيء يسمى التحسينية. فهذه المقاصد على قدر الضرر الشرعي المعتبر يصنف، إما أنه خطير جدا كالزنا فإن الشارع الحكيم رتب عليه عقوبة، وقد يكون أقل من ذلك رتب عليه الشارع الحكيم تعزيرا، وقد ليس هناك تعزير بل على العبد أن يتوب فيما بينه وبين الله تعالى. فهناك مستويات أيضا في هذا التقسيم المقاصد للآفات الاجتماعية. فهي الآن بهذه المقاربة المقاصدية استطعنا أن نعرف أن هذا المصطلح مصطلح الآفات الاجتماعية ليس مصطلحا بريئا وله حمولة فكرية ثقيلة، واستطعنا من خلال هذه المقاربة المقاصدية أن نمنع هذه الأشياء التي تتصادم مع ثقافتنا ومع ديننا ومع فكرنا من خلال هذه المجالات الخمس. ثم قلنا أن هذه الآفات الاجتماعية ليست في مستوى واحد، إنما عندنا ثلاث مستويات. هذا يحتاج إلى شيء من البسط، قد يعني تتاح لنا فرصة أخرى بحول الله تبارك وتعالى نفصل فيها هذا الترتيب الثلاثي. من المسائل المتعلقة بهذه المقاربة المقاصدية أن بعض الآفات الاجتماعية تتعلق بأكثر من مقصد. يعني مثلا المخدرات والمسكرات كما تتعلق مباشرة بحفظ العقل فإنها أيضا تتعلق بحفظ المال، لأن هذه المخدرات منها ما هو غالي، وأيضا هي تتعلق بمقصد حفظ النفس لضررها على النفس، وأيضا تتعلق بمقصد حفظ العرض. فالخمر أقل شرا من المخدرات،
هذه المهلوسات وهذه المخدرات هذه تورث الديانة. وقد يعتدي الذي يتعاطى المخدرات على محارمه، وهذا شيء قد لا يفعله الذي يتعاطى الخمر، هذه أخطر من الخمر يعني بمراحل. فالقصد أيضا أن هذه الآفات يمكن أن تكون لها علاقة بهذا المقصد، ويمكن أن تكون لها علاقة أيضا بجانب ثاني وثالث ورابع أو خامس. وترك الصلاة أيضا أنت يمكن أن تربطه بحفظ الدين كما يمكن أن تربطه بحفظ النفس، فإن الأمان النفسي لا يكون إلا بتصحيح العلاقة والصلة بين العبد وبين ربه. ومن خلال هذه القولبة المقاصدية للآفات الاجتماعية يمكننا أن نقدم للناس دليلا وقائمة اللي هو الإندكس، إندكس إسلامي للآفات الاجتماعية، فتكون عندنا قائمة تتعلق بالآفات الاجتماعية المتعلقة بمقصد حفظ الدين، وقائمة أخرى متعلقة بمقصد حفظ النفس، وأخرى بمقصد حفظ العقل، وأخرى بمقصد حفظ المال، وأخرى بمقصد حفظ العرض والنسل. وعلى الشباب أن ينشطوا في هذه القضية وأن يكتبوا وأن ينشروا للمجتمع حتى يتعلم الناس كيف يقارب المسلمون هذه الأشياء التي تحيط بمجتمعاتهم، وخاصة أن هذا أمر يتعلق بمسائل التربية. فالقصد أن هذه المقاربة المقاصدية سامحت لنا أن نحصر هذا المصطلح وأن نفرغه من الحمولة التي لا نريده. ولكن مرة أخرى نقول لا يمكننا إلغاء المصطلح بسبب التبعية الثقافية. وعلى ذكر هذه المصطلحات يحتاج شبابنا إلى حصانة المصطلحات بهذه الكلمة وإن كانت لا تجري على السطح العربي، لكن يحتاج شبابنا إلى حصانة مصطلحاتية وحرق المصطلحات الآن أيضا على قدم وسط، والانفكاك منها يعد من الصعوبة بمكان، وخاصة في هذه اللحظة التاريخية بالذات التي تحاول الأمة الإسلامية أن تقوم بالحركة وبالفعل الحضاري الصحيح حتى تخرج من مفترق طرقها الذي هي واقفة فيه منذ عقود. لما بدأنا نصلي من 30 عاما أو يزيد وصرنا نحضر خطب الجمعة والخطباء يقولون الأمة على مفترق الطرق، وتمضي السنوات ويكبر الإنسان ويشيب رأسه بل ويسقط شعره، ولا زالت الأمة الإسلامية في ذلك الموقف، لا زلنا في مفترق الطرق، كأننا في هذا الدوار إذا تحركنا حركة دائرية لنعود إلى هذا الموقف وهذه النقطة. مما يعيننا على أخذ الانطلاقة الصحيحة أن نعيد النظر لهذه المصطلحات التي تتبناها الدوائر الثلاث الإصلاحية الدينية على وجه الخصوص، بغض النظر عن الإعلام وإن كان أحد أطراف الإعلام وموجود هنا في هذه القناة المباركة إن شاء الله تعالى، لأن الإعلام يعد سلاحا ذو حدين، هو من أكبر الأسباب التي تروج للآفات الاجتماعية. فإذا كان هناك أغاني تمجد المخدرات بأسمائها والأمر عادي في الإعلام، فكيف لا تريد أن الشباب لا يتعاطونها؟ والأخطر في هذا النمط من الغناء الآن في الأشهر الأخيرة على وجه الخصوص الرأي وتوابعه، الآن انتقلوا إلى مرحلة أخرى في الكلمات. إنهم يحرضون على القتل وعلى الاعتداء الجسدي، والمغني يأخذ رخصة ويبشر به الإعلام ويمضي الأمر، ثم نلوم شبابنا لماذا تعتدون على حياة الآخرين؟ لا، هذا النوع من الغناء هما نوعان الرب والراي، اتخذوا انحرافا كبيرا بعد سنوات من الترويج للمخدرات. الآن الكلمات فاضحة، الكلمات فاضحة، وأنا قد سجلت كلمات إحدى الأغنيات، هذا فيه دعوة وهي أغنية يعني صاحبها غناها في مكان معين وفي منطقة معينة من أسبوع، يدعو فيها إلى القتل وأنه سيقتله وأنه سيعتدي عليه جسديا في مناطق سيحار فيها الطبيب، ولن يبرأ من ذلك، ويمضي الأمر عليه ويروج له في الإعلام، وقد استضاف في برنامج ويسلم وأنت مشهور ومن المشاهير ولا إلى ذلك. لكن القصد يعني أن المقاربة المقاصدية هذه قد تعيننا في فك هذه الإشكالات المتعلقة بالمصطلح. نتوقف عند هذا
الحد، وأرجو يعني أن تكون المقاربة قد اتضحت بعض معالمها، وهي مقاربة يعني طرحتها اليوم، وهي لكم واسع النظري فيها وفي عادة نحتها والكلام فيها ولقاء المناقشة في عناصرها. والله تبارك وتعالى نسأل أن يوفقنا لما يحب ويرضى. هذا العلم عند الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. جزاك الله خيرا شيخنا الفاضل الحبيب الدكتور رشيد الوداد حفظه الله ورعاه. فقد تحدث شيخنا الفاضل عن حقيقة مصطلح الأفات الاجتماعية، وبين حفظه الله الفارق الموجود بين تعريف مصطلح الأفات الاجتماعية عندنا أهل الإسلام وعند غيرنا من أهل الإلحاد والعلمنة وغيرهم. ثم وضح حفظه الله أن قائمة الأفات الاجتماعية عند أهل الإسلام هي قائمة طويلة، فأن سب الله تعالى وسب الدين وترك الصلاة وغيرها من الكبائر والموبقات والاستهزاء بالدين واستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم وغيرها عندنا من الأفات الاجتماعية وغيرها من الكبائر. في الحقيقة أنا صالحكم القول الشيخ قامة علمية مبارك، أسأل الله أن يحفظه ويحفظه الشيخ. الحقيقة قامة علمية عظيمة، أدعو الله تبارك وتعالى أن يبارك في علمه وفي أهله وفي ولده، وأدعوه نيابة عنكم جميعا أن أبواب المسجد مسجد الشيخ فايز العقبي مفتوحة لشيخنا الفاضل، وسأقنع الشيخ بحول الله تبارك وتعالى أن يكون له درس أسبوعي بحول الله تعالى معنا بحول الله تبارك وتعالى. فجزا الله خيرا على الإيضاحات وعلى هذه المقاربات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في شيخنا وفي علمه وفي أهله وولده. ونعتذر للشيخ أننا لم نعطيه حقه من الوقت، فمعذرة شيخنا وجزاكم الله خيرا. غدا بحول الله تبارك وتعالى نستضيف الشيخ الدكتور عبد القهار غلاب بعد صلاة المغرب في نفس المحام المحوري وفي نفس الموضوع تقريبا بحول الله تبارك وتعالى ما تعلق بالآفات الاجتماعية المنتشرة في مجتمعنا. كما أشار الشيخ حتى وإن كان هذا المصطلح مصطلح غريب إلا أننا في زمن لا نستطيع أن نغيره كما أشار الشيخ حفظه الله ورعاه. أيضا نهاية وختاما أجدد ترحيبي بشيخنا القارئ الجامع الخلوق الشيخ محمد أمين الفروح حفظه الله ورعاه. سيتفضل شيخنا بإمامتنا في صلاة العشاء ويقرأ بما شاء من القراءات التي علمه الله إياها. أسأل الله يبارك في شيخنا محمد أيت محمد أيت أمين فروخ، ويبارك الله سبحانه وتعالى في شيخنا الدكتور رشيد عويدان، وأسأل الله يبارك فيكم جميعا الحاضرين والحاضرات. وجزا الله وجزاكم الله خيرا على صبركم وصمتكم وسمتكم ومصابرتكم ورباطكم في طاعة الله وفي ذكره. نلتقي وإياكم بحول الله تعالى غدا بعد صلاة المغرب بحول الله جل وعلا. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والقبول والرشاد. نسأل الله أن يجعل جمعنا جمعا مغفورا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.